في الشوط الثاني الأهلي المونديالي يهزم المريخ 3-0 مع الرقفة. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق. ألف مبروك، 3 نقاط مهمين جدا في بداية الدوري للمجموعات بالنسبة لبطولة أفريقيا. لعيبة بتلعب المباراة النهاردة بأداء في ريتم يمكن واثق من نفسه زيادة عن اللزوم، إنما كان واضح من أول مباراة إن الخصم ليس هو بالخصم اللي يقلقك، يعني يمكن الحكم اداهم 6-7 دقائق في الاخر، كان من الطبيعي ان هيكون ليه ضربه ثابته، هيكون ليه اي حاجه، وشفنا له كورتين ثلاثه في لقطه المباراه طبعا للشناوي، الكره اللي صدها على مرتين دي حاجه جميله جدا، انما الحقيقه ما تحسش انت ممكن باي باص مع الفرقه دي تضرب ان بتوين كده مع تضربهم في العمق، اي حد قاطع من الناحيه دي او من الناحيه دي يروح يجيب جول، يعني كنت تقدر تكتب 1-2-3-4-5-6. هم عندهم تنظيم دفاعي سيء، يعني ما بيقفوش صح في المباراه، ما عندهم يعني مبسوطين ان هم موجودين في استاد القاهره. ده اللي انا حسيته يعني. كتير عليهم استاد القاهره، كبير عليهم قوي. اسلوب اللعب قدام النادي الاهلي كانوا مبهورين حقيقه وحاسين بقيمه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي حبت تكسب المباراه باقل مجهود. وحصل، انما الكوره مش كده خالص يعني. الكوره لازم تاكد من اول دقيقه في مباراه زي دي انك تكسب 1-2-3 اول شوط مش ثاني شوط. فالحمد لله على سلامه اللعيبه عندنا. الحمد لله يمكن حالة الضغط النفسي اللي موجود عليهم يعني راحت النهاردة بال3 نقاط دول بال3 أهداف. أكيد كل واحد هيتفرج على نفسه النهاردة ويحس إنه كان ممكن يأدي قد كده 10 مرات. وأنت لو بس تعرف كمان إن في اختلاف، في دخل ديانج النهاردة، دخل أجاييه، يعني برضو لما تبقى في تغيير في الأفراد شكل الفريق أو الأفراد بنبقى بنتمنى لهم ان هم بسرعه يعودوا، بسرعه يكونوا في الهارموني بتاع فرقه النادي الاهلي. فمبروك للنادي الاهلي النهارده، ما اقدرش اقول غير ان انا كنت بطمع في اول شوط، وبطمع مش في الاداء بس، بطمع في رساله قويه بالنسبه لبقيه الفرق يعني. صحيح.